بالنسبة للحكام معناها نحن كشباب ثورة وشاركنا في الثورة ونعرفوا معناها الحاجات اللي تعديت علينا والكل معناها بصراحة حاجة معناها تمنيك على الشعب التونسي عبيد تحب تعديها على الشعب وعلى الشباب والكل دونك هذه فما صفقة معناها متاع خيانة واضحة وضوح الشمس صارت دفعوا معناها الثمن متاعها عائلة الشهداء مرتين المرة الأولى أعطاوا أولادهم ودمهم والمرة الثانية معناها أعطاوا حقهم جريح ثورة من المرسى ما نكذبش عليك مظلومين أنا واحد من الناس على القرار هذايا حرام عيب حتى على دماء شهداء أنا مضروب ميسالش أما على العائلات اللي عندهم أولادهم متوفية وبالنسبة لهذايا أنا باش نقول لك من غير أنت واحد من الناس كان تقتل عبد ولا تجرح عبد أنت تنجم ترقد ومتهني ونورمال في مخ شوف أنا مواطنة هما يستبهلوا فينا إحنا وأنا ما عندي حتى ثقافة بقينا باش نعطيك حاجة علاش يحكموا بثلاث سنين كي هما أبرياء لا يحكموا بثلاث سنين هذايا من الخلوق كتعاو ولادنا ما يمشيش دمهم هكاكا ودم ولادنا ما يمشيش وساقيهم ما تمشيش وما يسقطوهمش في جرة جماعة خماش الحكيمة اللي صارت على شهداء الثورة من القضاء العسكري كانت أحكام سيح ظالمة بس معناها الحكيمة معناها متفاهمين عليها من الأول بكل معناها مهزلة كبيرة وقعت وهذه أول إنذار نقوص لنقوص الخطر فهمتني؟ هذه ضربة كبيرة طعنة للثورة طعنة لشهداء الثورة طعنا فهمتني لكل من فهمتني يعني كانت عنده معناها الجرأة باش يخرج فهمتي باش يطالب فهمتي بالتغيير ويطالب فهمت كذا هذه طعنة كبيرة معناها اللي أشرفوا على هذه الأحكام يلزم يخرجوا يقولوا لنا شنو اللي وقع بالضبط شنو اللي وقع لأن ناس هذه رموز متاع فساد ناس مورطة تصور أنت بن عليه اللي كان يحكم ثلاثة سنين عبد يسرق سرقة يحكم عليه ثلاثة سنين ولا تقتل الالاف يحكم عليه ثلاثة سنين بدون تعليم انا نفهم حاجة فهمني انا لا قتلت ما عملت حد شيء مواطن بسيط فهمني فما شكون تبرد على مرتي فهمني ايش نحكي معها جبد لي هربة جبد انا ساكن مشيت باربع سنين محاولة قتل عدو هالي فهمني واللي قتل فهمني وهرب الزين وهرب فهمني فلين وفلتين فهمني يخلص سماح الدعوة ومن بعد يخرج يعمل محامي هكا ثلاث سنين اللي عديهم يرجعهم فلوس اوكي ها اخوي من اليوم مش نرجع للجرائم انا شلون نقتل ونخو سماح حدا وحتى السلام عليكم متوقع انا نرى ان المحكمه العسكريه قاعده تتماطل سبيسيال مو باش في الاخر تعطيهم عفو خاطر كان ممكن من الاول يحكموا عليهم دونك عندنا قضيه مبيوعه من الاول اللي تحب تفسروا فسروا ذاك مش قضاء عندي ذاك مسرحيه تحب تسميه مسرحية تحب تسميها فيلم تحب تسميها اللي تحب انت معناها في اخر المطاف يخرج عليه السرياتي براء ولا يعطينه ثلاثة سنين ولا اخر كلها معناها شكون اللي قتل طيب هذه جاي متأخر برشا اللي يحب يتبع ملف جرح ثورة او شهداء ثورة يتبعها من الاول مش وقت للزر الحكم وينهم وقت اللي يلزمهم ينتبهوا لهم ويهتموا بهم ما يستنيوش صدور الحكم وما تلاقوا في كراسيهم وفي مصالحهم الضيقه والاحزاب نتاعهم وكهو اما توا تفوت اللي يحب يتبع من الاول ما يجيش يركب ركوب على الحدف كان متلائمش مع الواقع وبالنسبه هذا ظلم معناها المحكمه التونسيه مازالت كما قبل معناها انا اصدرنا حكم باش نسكتوا الشعب وكهو اما الحكم جريمه قتل الحكم هو الاعدام نتصور واحد متيقر فوالا في امو يعني انا واحد من الناس متيقر من تونس شهداء الثوره نقعد باهت كيفاش فما عباد يكونوا مصدومين هما من الحكم اللي صدر معناتها خاطر الحيثيات نتاع الحكم واللي تبع الحكم الاول يعرف اللي وقت اللي الداخليه ما تعطيش التقارير نتاع الكرتوش وشكون ضرب ونوعية الكرتوش اللي تضرب بيه يعرف اللي من وقتها هما بداوا يمهتلوا في الشعب وبداوا يتلفوا في الجرة هما معناتها من وقتها الحكم ماهوش عادل على خاطر واحد قدم دمه من أجل البلاد بعد عليك عائلته يلقاو كنفس دي ماتت هذيك لا شيء